السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون الفيديو بيس 21 وهنلعب ماتش قوي ما بين الأردن واليابان. هلعب بمنتخب الأردن. طبعا اليابان منتخب قوي جدا في آسيا وعلى مستوى العالم كمان، بيشارك في كأس العالم وعامل نتائج قوية جدا زي ما انتم عارفين، بيكسب بالأربعات وبالخمسات والستات، فنتائج كلها صعبة. فالنهارده هيكون تحدي قوي ان احنا نغلب المنتخب الياباني. عندنا صعوبة المباراة زي ما انتم شايفين، نجم متميز، وعندنا وقت الماتش هيكون 15 دقيقة، ولو اتعادلنا هيكون في ضربات ترجيح، وكمان التبديلات هيكونوا 5. فيلا بينا بسرعة نبتدي ماتشنا قصاد المنتخب الياباني. بسم الله نبتدي ماتشنا. ماتش صعب يعني، فعلا ماتش هيكون صعب قصاد المنتخب الياباني. منتخب عنده هجوم قوي ودفاع ولاعيبة كلها محترفة على مستوى العالم. فيلا بينا نبتدي ماتشنا ونشوف هنعمل ايه في التحدي ده ان احنا نغلب منتخب اليابان. ماشي ماشي، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. ارفوع صح صح، حارس وقف بيتفرج على الجون، يعني وقف كأنه مشجع. زي ما انتم شايفين كورة صعبة جدا، كورة يعني مستحيل اي حارس انه يصدها، مستحيل. نشوف الاعاد، الكرة رافعة على اللاعب اللي جاي في المكان الفاضي بالمقاس بالمقاس، يعني الجون ده يستاهل لايك. اللي شاف الجون دلوقتي وعجبه لايك بسرعة، يعني الجون ده يستاهل فعلا، واشترك في القناة لو انت مش مشترك. شايفين الزاوية، الكاميرا اتكسرت، الكاميرا اتكسرت من الجون. لعب الدماغ يا جماعة، نقفل نقفل المساحات دي ما تنفعش والله. تسلل تسلل كويس، كرة من جهة اليمين، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. الله روح يضغط، امسك يا حارس، عاش عاش يا حارس. الله بص على الطرف، كرة للأمام، على هنا قفل، نرجع ورا اللي جنبيك، تعالى هنا هنا صح، جريلو قفل، نرجع تاني، الله باصي هنا، ماشي حلو حلو، اجري 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 اجري، جريلو 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 جريلو، ماشي انت اتحرك صح. من بين المدافعين يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، ارفع، يالله عالمي عالمي، الدبل كيك، عاش على طريقة الدون رونالدو، كورة يعني صعبة ودي تستاهل لايك فعلا يا جدعان. الجون ده لايك، يعني عاوز الفيديو ده يتفجر لايكات بالجون الدبل كيك اللي احنا جبناه. شايفين الكورة اتلعبت ازاي، تقسيمة صح ودبل كيك خيالي. يا جماعة يا جماعة، الشوط الأول خلاص هيخلص، مش عاوزين غلطات. وهجمة البينية، يحاول يلعب آخر الشوط الأول في آخر الثواني جابوا جون بسبب غلطة من الدفاع. الشوط الأول خلص 2-1، جبنا الجون الثاني في برضه وقت كويس، واليابان جابوا جون بسبب غلطة، غلطة من الدفاع بوظت الدنيا، جابوا جون هدية. فيلا بينا الشوط الثاني ونحاول نزود علشان النتيجة كده ما تطمنش، فنحاول ان احنا نزود الثاني. ماشي كويس، الرفعة اطلع، ارزع، حلوة حلوة، بس الحارس قفل. اقفل 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 اقفل، صح صح كويس، انما جاتش ناحية الجون، كان ممكن الحارس ما يروح لهاش. ارفع لقدام، يلا روح 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 روح، جون، ايوه الجون الثالث، الجون الثالث. الضغط بيولد الاخطاء زي ما انتم شايفين، انفراد استغلناه، انفراد صعب مضغوط عليه والدفاع والحارس، بس غلطه خطفت الجون الثالث لمنتخب الاردن ضد المنتخب الياباني. انتوا شايفين كورة اتخطفت على طول، حلو قوي،
كسبنا الماتش 3-1 على منتخب اليابان، ده انجاز تاريخي عملناه. يعني انك تغلب منتخب اليابان، منتخب فعلا صعب، هجوم ودفاع صعب. فلو عجبك فيديو النهاردة والاداء، اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.